الإعلان عن تحرير مديرية ميدي في محافظة حجة من الميليشيا انتصار آخر على صعيد العمليات العسكرية على الأرض، بعيداً عن العملية السياسية التي تعاني من التعثر. يعد هذا التطور العسكري مهماً بالنسبة للجيش الوطني والشرعية، ويساهم بشكل أو بآخر في تضييق الخناق على العاصمة صنعاء وعمران وصعدة والحديدة الأكثر انتشاراً لقوات المخلوع والميليشيا. ولعل الانتصار الذي أحرزته وحدات الجيش الوطني يعتبر ضربة أخرى للميليشيا والمخلوع في إطار التسلح والحصول على الدعم، وبهذا تصبح ميدي منطقة مغلقة في وجه ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد أن تغذت بالسلاح عبرها عن طريق البحر. إعلان ميدي الساحلية مقر انطلاق العملية العسكرية إلى المحافظات المجاورة سيساعد على تحقيق نتائج جديدة في جبهة القتال كما تراه قيادة الجيش الوطني. ويؤكد بيان قيادة المنطقة العسكرية الخامسة أن الصعوبات التي تمثلت في حقول الألغام التي زرعتها الميليشيا بعد أن جرت أذيال الهزيمة في المديرية قد تجاوزتها من خلال وحدات الجيش التي طهرت الكثير من المناطق المزروعة بالألغام. قيادة المنطقة العسكرية الخامسة دعت القيادات العسكرية المتورطة إلى الانخراط في قوات الجيش الوطني ومراجعة مواقفها من المخلوع والميليشيا. الجيش الوطني يرى في مديرية ميدي أهمية عسكرية واستراتيجية لضرب قوات المخلوع والميليشيا التي خسرت في المعارك الأخيرة، وهو ما ينبئ أن معارك أخرى قادمة صوب المحافظات المجاورة لمحافظة حجة التي شهدت هذا التطور العسكري الجديد.